يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين. اليوم احنا نفاجئكم ببث مع سماحة الشيخ علي آل سلمان. الآن علي سلمان، شنو هذا؟ عادي وقفنا من اولها. ابو الله، باكر بعد لازم تكون في البركه. ابو باكر ايضا، احنا من لا لا، هذا على كل المنصات، بس انا من جوار امير المؤمنين عليه السلام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني، احنا اليوم في اول شيء في ضيافه امير المؤمنين عليه السلام، وكذلك في ضيافه سماحه الشيخ احمد سلمان، الشيخ الحبيب، اللي الانسان لما يلتقي به يجده شيء اخر. هو حلو حلو بالبث، بعد اكل الدهينة اكيد اعطاه حلو. ولكن بعد اكل الدهينه انسان رائع سماحه الشيخ. واريد اخذ منه كلمه الى الاخوه المتابعين. ما شاء الله، صلوات على محمد الان صعدنا مباشره. اللهم صل على محمد وال محمد، بمعيه الشيخ ابو باكر احمد الامامي والشيخ احمد سلمان. لا، كلنا ضيوف على امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام. في جمله، تعال تعال، احنا على البث، جمله من المحبين اخواني كما تشاهدون، صلوات على محمد وعلى محمد. طيب، طبعا هذا جوار امير المؤمنين عليه السلام، ترون الان نحن في جوار امير المؤمنين. الله تبارك وتعالى ان يوفقنا اخواني في اقامه المشروع، ان شاء الله تكون الامور طيب. أبو باكر، تعال كلمة إلى الأخوة المحبين في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأحبة الأفاضل، حياكم الله رب العالمين. فرحة كبيرة طبعاً، إحنا الآن في جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين هؤلاء المحبين. الله يرحم والديكم، إن شاء الله نكون على حسن الظن. إن شاء الله الإمام أيضاً نكون مرحبين بنا من قبل الإمام سلام الله عليه. الله يرحم والديكم. الله يبارك فيكم ويرحم الله والديكم. الشيخ احمد سلمان، طبعا الان نريد ناخذ كلمه من سماحه الشيخ، لكن الاخوه المحبين تكالبوا على الشيخ، فنريد كلمه شيخنا الى اتباع امير المؤمنين عليه السلام ونحن في رحابه الطاهر. ابا حسن، اراك لما ذكرت عند ذي حسب صغالي، ولما ذكرت عند نغل تكدر حالي وبغى قتالي. الله اكبر. فبك بغيت بس باقي البيت البغايا، فانت محك اولاد الحلال. اي والله، انت محك اولاد الحلال. احسنت شيخنا علي بن ابي طالب، حب علي ايمان وبغضه من النفاق. جزاكم الله خير الجزاء.